السلام عليكم. الفساد ظاهرة تضرب المنطقة العربية بقوة منذ سنين، وهو ظاهرة أرخت بظلالها على أكثر من صعيد في الدولة العربية، والمراكز المعنية بمتابعة هذه الظاهرة تضع البلدان العربية في مرحلة متقدمة بين المناطق الجغرافية الأخرى التي ينتشر فيها الفساد. في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نحاول الوقوف على مفهوم الفساد عربياً وطبيعته وخريطة انتشاره، ونعرج في الحديث على علاقة السلطة السياسية بظاهرة الفساد وكذلك سبل مواجهته إذا ما كان ذلك ممكناً في الحالة العربية الراهنة. أهلاً بكم. الفساد تلك الكلمة الأكثر تمثيلاً لطمع الإنسان وجشعه، ظاهرة قديمة حديثة، إلا أنها وصلت في عالمنا اليوم لمستويات باعثة على الصدمة والذهول، لا سيما في عالمنا العربي الذي احتل المراكز الأولى في قائمة الدول الأكثر فساداً وفقاً لتقارير منظمة الشفافية الدولية، والتي أظهرت فيها التراجع الواضح في مكافحة الفساد والرشوة على مستوى العالم، والذي شمل أيضاً 22 دولة عربية 86% منها حصلت على درجة أقل من 50%، وجاء العراق في المركز 162 في ترتيب القائمة التي ضمت 180 دولة. المواطن العربي اعتاد على سماع ترتيب الدول العربية المتدني في قوائم المنظمات التي تراقب معدلات الفساد حول العالم، فقد أضحت معظم دول الوطن العربي مرتعاً للفساد والمفسدين، فلا تكاد تلتفت إلى جهة إلا وترى الفساد بالعين المجردة أو تحس بآثاره في كل ما يدور حولك، وسط تساؤلات المواطن العربي بحسرة وحيرة: لماذا ينهش الفساد أوطاننا ويسرق خيراتنا؟ تكلفة الفساد العالمي التي قد تصل لنحو تريليونين ونصف التريليون دولار سنوياً بحسب الأمم المتحدة، تلك التكلفة كان للوطن العربي النصيب الأوفر منها، فإن الفساد لا يزال متفشياً ومترسخاً في منطقة ثبت فيها أن أي محاولة لإرساء الديمقراطية باتت كالمهمة المستحيلة، ولا تزال فيها الحريات المدنية تقبع تحت الرقابة الحكومية القمعية. كما فسخ فيها العقد الاجتماعي بين الدول ومواطنيها منذ عقود مضت. الدول العربية بحكامها جعلت من معركة محاربة الفساد مجرد ديكور لتجميل النظم الحاكمة، فأصبحت بيئة تفرز الفساد بسبب غياب الديمقراطية ونظام النزاهة الرقابية. فهذه الدول بمجملها تعاني من الفساد بكافة أشكاله السياسية والاقتصادية وغيرها. اجتماع الدكتاتورية السياسية مع الجشع الاقتصادي معا في النظام الحاكم، وهذه هي الحالة المسيطرة للأسف في معظم بلاد عالمنا العربي الغني بالموارد، إلا أن هذه الثنائية أدت إلى تراكم ثروات هذه البلاد في أيدي قلة قليلة من المتنفذين الجشعين، فلم تستخدم لدفع أي عملية تنموية في البلاد، بل إن مصيرها غالبا هو التغريب أو تدفع لنيل رضا ضباع العالم لضمان دعمهم في البقاء والاستمرار في السلطة، أو يتم إهدارها بشكل مستفز ومثير للاشمئزاز أمام أعين الشعوب المسحوقة. للحديث عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الدكتور صبري سميرة، رئيس مؤسسة منى للتنمية أو لتنمية المجتمعات الجديدة، وعبر سكايب من طرابلس اللبنانية الدكتور أسامة كبارة، عميد سابق لكلية الإعلام بجامعة الجنان بطرابلس. أهلا بكم ضيفي الكريمين. على قاعدة الأقربون جغرافيا أولى بالمعروف، طبعا جغرافيا فقط، وإنما كلاكما على الرحب والسعة. دكتور، يعني عندما نتحدث عن الفساد لابد أن نحدد بداية مفهومه. ما الصورة التي ينبغي أن تصل إلى أذهان أي مستمع حينما يطلق الحديث عن الفساد؟ هذا الحديث يستوجب السؤال عن المفهوم، ثم بعد ذلك مظاهر الفساد في المنطقة العربية. تمام، يعني لو بسطنا الموضوع لجميع المشاهدين لغويا إذا صح التعبير، من فسد الشيء، فسد الحليب، فسد اللبن، فسد البيض، فسد الطعام، يعني خرج عن أصله، خرج عن طبيعته الطيبة، خرج عن طبيعته المناسبة السليمة الصحيحة إلى آخره. وبالتالي عندما نتكلم عن فساد في أي بلد أو ضمن أي شعب أو في أي منطقة، نتكلم عن تغير في الحال إلى حال سيء، إلى حال ليس طبيعي، إلى حال مرفوض يعتريه الكثير من العيوب أو الخلل
أو الفشل أو حتى الدمار. لذلك حتى تستخدم الدول الفاشلة، عندما يستشر الفساد إلى درجة عالية جدا تصبح الدولة فاشلة تماما. مجالاته هي كل مجالات الحياة، وعلى رأسها السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية في كل المجالات. لذلك في الدراسات التخصصية هنالك ما يسمى public policy، السياسات العامة، ونتج عنها في 20 سنة الماضية ما يسمى بالحوكمة الرشيدة. الحوكمة الرشيدة هي تتعلق في كيف تحكم البلاد في كل مجالات الحياة، ليس فقط في البرلمانات والوزارات والسياسة وما نتحدث عنه من صراعات أحزاب وغيره، نتحدث عن البلديات، نتحدث عن الأقاليم، الخدمات الصحية، المواصلات، الاتصالات. كل هذه الأمور عندما يدخل فيها موضوع تغير الحال إلى سيء، ومن عناوين هذا السوء موضوع استخدام المال خاصة، وموضوع التعيينات وموضوع المناصب، عندما نجد سواء في مدرسة فساد بمعنى هنالك شلالية، محسوبية، واسطة، رشوة، عدم الالتزام بمنهج، عدم وجود خطة، عدم وجود مشروع، أو هنالك من يستغل دوره أو سلطته في تحقيق منافع له. لذلك في دراسات الدكتوراه وشخصيا كانت دراستي وتخصص دقيق فيها، سؤال واحد هو من ينتفع؟ من ينتفع من القرار؟ من ينتفع من تلك السياسة؟ من ينتفع من ذلك المشروع الاستراتيجية؟ على مستوى أين تفتح ذلك الشارع أو خط القطار؟ أو في أي مكان تفتح مزرعة؟ أو أي قرار تعقده في حلف مع دولة ما؟ أو صفقة ما إلى آخره؟ من ينتفع من مثل هذه القرارات؟ وعندها نستطيع أن نحلل. إذا عرفنا من انتفع من القرار نعلم أين حصل الفساد، لأنه إذا تبين أن النفع كان شخصي أو شللي أو مجموعاتي أو لفئة محدودة أو متنفذة أو متنفعة أو لا يحق لها أن تتنفع، هنا يحصل الفساد. ركزت على بعض النقاط التفصيلية، لكن خرجنا منها إلى قاعدة، إلى دائرة أوسع، وتحدثنا عن مظاهر الفساد في الحالة العربية بخطوط عامة. ما أبرز مظاهر الفساد العربية؟ يعني عندما الآن نتكلم عن الفساد نتكلم عن الفساد في أنظمة الحكم، وهذا لها تفاصيل كثيرة جدا، ومن الأعلى نزلت إلى الأسفل الكثير من هذه المظاهر، وصولا الآن عندنا فسائد حتى وصل فكري وعقائدي وإيماني، وصولا إلى ارتدادات عن المعتقدات والديانات وغيره، وفساد أخلاقي وفساد في المظاهر وفساد في كافة الدوائر. لكن الفساد مستشر الآن لصورة كبيرة جدا، ومعقده أو مربط الفرس فيه هو من يحكم ومن يقرر وماذا يصنع في هذا القرار. نعم. في هذا السياق دعني أسأل دكتور أسامة كبار الذي أجدد الترحيب به مرة أخرى. دكتور أسامة، إذا ما أردنا الحديث عن ظاهرة الفساد في الدول العربية في المنطقة العربية، ماذا يمكن أن يقال عن حجم وخريطة انتشار الفساد في هذه الدول؟ أستاذي الكريم، الحقيقة قبل ما أجاوب على سؤالك أنا بهمني أني شوية أكد على معنى الفساد بالإضافة لقال الضيف الكريم عندك، لأنه بالحقيقة إذا أعطينا قاعدة أساسية أو أعطينا بعض الأفكار المتعلقة بموضوع الفساد، لأنه باعتقادي أنه الانطلاقة النظرية لابد منا في هذا الموضوع قبل ما ننتقل لموضوع تفشي الفساد في العالم العربي، فإذا بتسمح لي بس. صحيح. يعني أول شيء، يعني الفساد من حيث المفهوم هو عبارة عن أعمال نزيهة وغير قانونية يقوم بها أصحاب السلطة بغض النظر عن نوعية السلطة، إذا كانت سياسية أو اقتصادية أو إدارية أو غير ذلك، يقوم بها أصحاب السلطة من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة وغير قانونية ولا يقبلها القانون أو الشريعة خلينا نقول، أو أي جانب من الجوانب التي تنظم حركة الناس وحكم الناس. هذه واحدة. واحدة تانية من ناحية الحديث عن الفساد، الحقيقة إذا انطلقنا من المنظور التاريخي نلاحظ أنه علماء كبار مثلا مثل حكاية جونار ميردال يلي حصل على جائزة نوبل بالاقتصاد، تحدث أنه هناك نوع من التوافق على تحريم البحث العلمي في قضية الفساد، وهذا يعتبر من أهم المؤشرات على هبوط والانحطاط الموجود عند الكتاب الغربيين في تجنب في الحديث عن الفساد. نفس الشيء عالم آخر اسمه أندرسكي تحدث عن ما يسمى بمؤامرة الصمت إزاء قضية الفساد. حتى جون نانون يلي هو من كبار القانونيين الأمريكيين كتب كتاب عن الرشوة في التاريخ، وقال أنه لا يوجد كتابات تاريخية حول موضوع الرشوة وحول موضوع الفساد بشكل عام. وللأسف الشديد حتى على مستوى الشريعة الإسلامية فكثير من علمائنا المجلين اللي كتبوا في المجالات الكثيرة، ولكن أنا عندما وضعت كتابي حاولت أن أقرأ في أدبيات الكتب الصفراء القديمة لم أجد أي مصنف أو أي كتاب يتحدث بشكل خاص
عن الفساد في المجتمعات العربية والإسلامية. فإذا هناك في نوع هل يمكن أن يعزى هذا هل يمكن أن يعزى هذا القصور دكتور أسامة إلى سبب عدم انتشار الفساد كظاهرة مجتمعية في المجتمعات المسلمة قديما، وإنما تركزه في النخب الحاكمة تحديدا، وهذا عولج في مسائل السياسة الشرعية ربما؟ يعني قد يبدو ذلك، ولكن أنت تعرف إذا أخذنا بالمنظور الديني، طالما عم نحكي عن المجتمعات العربية والإسلامية، إذا قرأنا القرآن الكريم في كلمة الفساد منتشرة كثيرا في القرآن الكريم، والتي تنبه في قضية الفساد. يعني حتى لما الضيف الكريم حاول أن يعطي تعريف عن قضية الفساد، ولكن إذا رجعنا إلى المعجم اللغة نلاحظ بأنه في تعريف موضوع الفساد أو كلمة الفساد أنها نقيض الصلاح. الفساد هو نقيض الصلاح. فإذا نظرنا إلى القرآن الكريم، دائما القرآن الكريم يركز على كلمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالقرآن الكريم أعطى المعنى الإيجابي من الموضوع، يلي هو عكسه ونقيضه هو الفساد. فالقرآن الكريم حض على الصلاح والإصلاح، وكأنه يقصد أن يقول للناس وللمؤمنين تجنبوا قضية الفساد. نعم. أما من حيث إذا قرأنا كثير من القرآن الكريم نجد أنه مثلا الآية الكريمة التي تقول إن توليتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني هيدي بتوضح تماما أنه القرآن الكريم تنبه إلى قضية الفساد. فما فينا نقول أن الفساد منه موجود في المجتمعات العربية القديمة. لا، هو موجود، هو تحدث، ولكن أنا بعتبره أنه هيدي يمكن علماءنا تجنبوا الحديث عن هذا الفساد بحكم سطوة السلطات الحاكمة وخوفهم منه. طيب، يعني أنا ربما قلت لك بأن الفساد ربما لم يكن ظاهرة منتشرة وأنه متركزا في النخب وتحدث عنه، ولكن في مسائل السياسة الشرعية التي تعالج قضية الحاكم والخروج عليه وما إلى آخره. دعني أرجع إلى الاستوديو. الآن أنت قلت قبل قليل بأن الفساد هو يبدأ في السياسة ومن ثم يتسرب منها نزولا إلى الشرائح المجتمعية الأخرى. لو حدثتني عن هذه الظاهرة، كيف يحدث الفساد في النظام السياسي وكيف ينتقل منه إلى الطبقات والشرائح الأدنى؟ وهذا سؤالي طبعا، إلى أي مدى نحن في الحالة العربية صار الفساد انتقل من السياسة إلى الاجتماع إلى الاقتصاد إلى الفكر والثقافة؟ تمام. يعني بالإضافة لكلام الضيف العزيز في بيروت، طرابلس وأنا أسف طرابلس، نعم، نضيف هناك الكلام الكبير عن موضوع الفساد وتفضل فيه وأضفنا وإلى آخر، لكن نريد أن نحدد أكثر فأكثر كما تفضل. التاريخ كله شهد الفساد من هابيل وقابيل إلى اليوم إلى يوم الدين. هي ظاهرة بشرية مجتمعية، لأنه صراع حق وباطل إلى آخره. هي ترتبط بمن يملك قرار أو يملك سلطة أو صلاحية أو مال أو ثروة، وكيف يحدث فيها الفساد. هنا جاءت ما تكلم به الدكتور في طرابلس. ممكن يحدث الفرد، يحدث فساد على مستوى القاعدة، لكن في حالة حدث الفساد نرجع إلى القاعدة الأصلية، من المسؤول؟ إذا الرعية تشتتت، إذا بين قوسين الراعي الذي لديه غنم، الغنم تمردت إلى آخره، من المسؤول في النهاية؟ المسؤول هو صاحب القرار، صاحب الشأن، الذي بيده السلطات، لأن الصلاحية تأتي مع المسؤولية والعكس صحيح. وبالتالي عندما نتكلم عن الفساد، رأس الفساد ومصدر الفساد ومنبعه هو السلطة والقيادة. حتى لو فسدت الرعية فالمسؤول هو الراعي. لذلك يجب أن نعود بهذه الحلقات بصورة صحيحة وجيدة. بس تعليقات برضو أربط فيها في موضوعنا. المفكرين في تاريخنا الإسلامي كله، لو تحدثنا عن ثقافتنا، لدينا ما يسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطورنا نظام الحسبة. وقص هو يتحدث عن شيء آخر، هو عن كتابات المفكرين أنها لم تحوي كثيرا من مقاربات. أنا قد أضيف أقول لا، تحدثوا كثيرا، لكن المشكلة ليست في التنظير، التنظير كثير. نعم. المشكلة في تطبيق من بيده القرار أنه لم يلتزم بهذه. ولذلك كثير من العلماء والمفكرين دفعوا أثمانا كثيرة جدا لمواجهتهم لأشكال من الفساد، سواء كان فساد سياسي بمن استولى على السلطة غصبا. نعم. وعدوانا وغيره، أو أنواع الفساد الأخرى. كذلك في تاريخنا احنا نربط فقط الأمور لنوسعها، موضوع اللي هو المؤسسية والمنهجية ومن أمن العقوبة أساء الأدب، وهذه مرتبطة بسؤالك اللي هو كيف تنتشر من الأعلى إلى الأدنى. هو لو أذنت لي دكتور، طبعا هذه يعني أنت وضيفنا في طرابلس تقدمون محتوى طيبا وجيدا، لكن حتى لا نذهب في التجريد كثيرا، أريد أن تحدثني عن
مدى انتشار الفساد من المستوى السياسي إلى المستوى الاجتماعي والسائر يا سيدي؟ إذا تحدثنا وربطنا كل أفكارنا مع بعض، نعم عندنا فئة متنفذة متنفعة أسميها، وهي تسمى في العلوم الاجتماعية السياسية علم الاجتماع السياسي النخبة الحاكمة. النخبة الحاكمة هي ليست المسؤولين والوزراء والملوك إلى وحدهم، وإنما هناك مجموعة كبيرة جدا ما يسمى اليوم أيضا بالدولة العميقة. هنالك قيادات هذه الجهات المختلفة، وهي من يملك الاقتصاد أو يسيطر عليه، الأجهزة العسكرية والأمنية، المواقع الحكومية، المواقع القيادية، جميع نقاط التأثير. هؤلاء متنفذون، ولأنهم متنفذين يستخدمون هذا النفوذ لتحقيق مكاسب ومنافع لهم شخصيا على أشكال مختلفة، التعيينات، المحسوبيات، الصفقات، التجارة إلى آخره. نعطي مثال مثلا في الأردن، المجلس النواب قبل هذا الأخير كان يسمى مجلس المقاولين، بس أضرب المثل التطبيقي الذي تفضلت فيه. إذن الفساد منتشر بصورة كبيرة جدا، يأتي من يأتي ويطرح ويقول ليس الفساد فقط عند الطبقة الحاكمة لكنه موجود عند الناس. الناس هي ردة فعل ومتابعة لما هو موجود عند المسؤولين، لأن المواطن، وأختم بهذه النقطة حتى أتيح المجال لكم وللضيف، المواطن عندما يرى أن المسؤول لا يتقي الله في وطنه ولا في الشعب ولا في الإنسان الضعيف، يسرق وينهب ويتنفذ ويأخذ ويعين أبنائه وحاشيته، بينما المواطن ضعيف مقهور. إذن هذا المواطن كيف سوف يأخذ حقه؟ ليس هنالك مساواة أمام تطبيق القانون. القانون يطبق فقط على الضعاف وعلى الفقراء وعلى غيره، وليس على كبار ما يسمى الناهبين والمتنفذين. إذن أنت تقول بأن كل طبقات الدولة تشربت الفساد من النظام السياسي، ردة فعل لي، لأنه يصبح لا ينتمي لهذا الوطن، لأنه هو داخل بيته مثلا كمثال ينظف البيت، بينما في الشارع يلقي الورقة ويحدث فسادا في الشارع. تسأل لماذا؟ لأنه بقول لك مش مسؤوليتي، مش أنا المتنفع منه، خلي الحكومة اللي بتأخذ الضرائب والجمارك ومسيطرة على كل شيء تصلح البلد من برا، أنا فقط مسؤول عن داخلي. يصلي ويذهب ويمارس الرشوة والمحسوبية، لأنه لو سألت بقول لك هذه طريقتي الوحيدة في أخذ حقي، وإلا سوف أضيع، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئب. وهذا مستوى آخر من الحديث عن الفوضى. طيب الدكتور أسامة، الآن ضيفنا تحدث بأن الفساد انسحب في الدول العربية على كافة الصعد وكافة الطبقات. سؤالي هو إلى أي مدى بسبب طول أمد الفساد وتفرعه إلى مختلف الصعد في الدول العربية، إلى أي مدى صار له قبولا وشعبية في الأوساط الشعبية؟ بمعنى أنه صار الفساد صار بنيويا، دخل في تركيبة الناس، قبولهم له. يعني الحقيقة طبعا أنا ماشيك، رغم أنه في عندي شوية ملاحظات بدي أقولها، ولكن حسب توجهها دعنا نتجاوزها ونصيب صلب الموضوع، فلنتجاوزها فعلا. يعني هي ما في شك أن الفساد أصبح بنيويا، يعني جزء من البناء ومن الثقافة الموجودة في عالمنا العربي، وهذا نابع طبعا من المنظومة التي تحكم وتسيطر وتسير المجتمعات العربية. وما في شك أنه الجانب السياسي له دور كبير وكبير جدا، ولكن هاني يعني إذا بدنا نحاول نفهم أنه طيب ليش مثلا المستوى السياسي أو المنظومة السياسية هي المسؤولة، لأنه أساسا طريقة الوصول إلى الحكم لم تكن بطريقة شفافة، لم تكن بطريقة يمكن نقول ديمقراطية، لم تكن بطريقة نزيهة، وبالتالي هناك في فجوة عدم ثقة بين الحاكم وبين المحكوم. يعني الحاكم في كثير من الحالات لا يعتبر أن الشعب هو الذي أوصله إلى الحكم، وأنت بتعرف أنه عالمنا العربي محكوم بالانقلابات أساسا، وبالتالي الحاكم في جانب والمحكوم والشعب في جانب آخر. كذلك في إدارة سلطة الدولة نفس الشيء، لا يرجع فيه إلى إرادة الناس، يعني الناس عليها أن تدفع الضريبة، ولكن على مستوى السلطة فالسلطة تمارس كل الأنواع التي يحلو لها، وفيها مظاهر كثيرة إذا حببت. طيب قبل أن تسرد لي بعض الأمثلة دكتور أسامة، يعني ربما بعد الفاصل سنبحث موضوع علاقة السلطة بالفساد، لكن أنت قلت بأنه صار بنيويا، هل تقصد بهذا يعني أن الشعب لم يعد يرى الفساد فسادا؟ باعتقادي أنه وصلت إلى هذه الأمور، لأنه المنظومة القيمية انهارت. يعني هلأ صار في عندنا شيء اسمه القيم النفعية، والقيم النفعية هي التي تحقق مردودا ماديا للإنسان، بغض النظر إذا كانت السبل أو الوسائل مشروعة أو غير المشروعة. حتى نحن كآباء أولادنا دائما بيقولوا لنا أنه أنتم تعلمونا قيما ليست موجودة في هذا المجتمع، وبالتالي حتى الأبناء يعني هن في صراع
بين القيم التي يتلقونها في الأسر وبين القيم نعم النفعية والمادية السائدة في المجتمع. وطبعا أنت بتعرف أنه البيئة، لما بتكون البيئة تسهل عملية الفساد، ولا يوجد أجهزة رقابة ولا منظومة رقابة ولا عقوبة رادعة، أكيد يد الفساد ستمتد وستطول وستتضخم مع الأيام. من هنا ينتشر الفساد لأن الرقابة غير موجودة. نحن كان في عندنا نوعين من الرقابة، الرقابة الذاتية المتمثلة بالضمير أو بمخافة الله سبحانه وتعالى، ثم عندنا الرقابة المتمثلة بالسلطة. الرقابة الذاتية للأسف ضعفت كثيرا جدا جدا جدا، بشكل أنه الرقيب الذاتي عند الإنسان صار مرتبط بالجانب النفعي، وبالتالي ما يحقق لي نفعا فهذا هو المشروع وهذا هو المقبول. أما بالنسبة لأجهزة الرقابة الموجودة في الدولة فهي لا تمارس أي عمل لها. إمتى سمعنا عن قضية أو فضيحة فساد في العالم العربي وتم وضع اليد عليها ومحاكمة المسؤولين؟ يا أخي حتى اللي عم ينسجنوا يتم إخراجهم بعد فترة، وكأن العملية قضية مظهرية أو مسرحية أو تمثيلية، يمضي الإنسان أو يقضي الإنسان فيها فسحة من الزمن ثم يعود نعم، إلى سابق عهده. فما في شك وهذا دكتور أسامة لو أذنت لي، يعني هذا يقودنا إلى الحديث عن علاقة الفساد بالسلطة وعن الوظيفة التي يؤديها الفساد في الدولة والمجتمع، لكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الفساد في الدول العربية وسبل مواجهته. دكتور صبري، فهمت من كلامك أن الفساد في الدولة والمجتمع يرتبط وجودا وعدما بالسلطة السياسية، لكن لو أخضعنا هذا الكلام إلى المنطق النفعي، منطق العلاقة النفعية، من الذي ينتفع أو ما الذي ينتفع بالآخر؟ يعني هل السلطة هي التي تنتفع وتتغذى على الفساد، أم العكس، بعدما وجد الفساد صار الفساد هو الذي ينتفع من السلطة ويتغذى عليها؟ بالطبع يعني الفساد كشيء مجرد هو لن ينتفع من أحد، لكن هنالك طرفين كظاهرة ودولة عميقة. نعم، هي علاقة تأثرية متبادلة، قد تأتي حكومة جديدة ونظام سياسي جديد. بعض الناس يضرب مثالا على ما حدث في تونس، جاءت حكومة ديمقراطية وقانون ودستور، ولكنها بعد 10 سنوات حتى اليوم لم تستطع أن تحل المشاكل بصورة صحيحة وتبني نظاما سياسيا واقتصاديا ولم تحاسب فاسدا واحد ولم تحاسب فاسدا. فحتى لو جاءت حكومة، البعض يقول بأنه لا زال الفساد منتشرا بل يزداد. طبعا هذا ليس خطأ في الديمقراطية ولا القانونية ولا غيره ولا غيره، وإنما لكي ندرسها بطريقة سيسيو بوليتيكال وسوسيو يعني نفسية سياسية، يعني اجتماعية سياسية اقتصادية حقيقية. وبالتالي هنالك مشاكل وبنى هيكلية للفساد غير فقط الإرادة. الإرادة مطلوبة، يعني عففت فعفوا ولو رتعت لا رتعوا، عدلت فأمنت فنمت. المسؤولين مهمين جدا، لكن الحكومات الفاسدة أيضا تتغذى على الفساد وتستفيد منه وتنتفع منه، لذلك هي بنت كل شيء على منظومة الفساد. الدكتور في طرابلس أشار إلى ذلك، وهي حلقة بسيطة جدا دائما نجيب فيها على الأسئلة البسيطة، ماذا ولماذا وكيف ومتى وإلى آخره. باختصار شديد، هذا الفساد لماذا يحدث؟ لأن هنالك مجموعة تريد أن تتنفع لذاتها وليس لغيرها. ماذا تصنع
تقوم ببناء الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونقاط التفكير بهذه الطريقة، توزع العطايا لمن هم يخدموها وينتخبوها أو يعيدوها أو يأتوا بها. إذا المسألة تصبح عبارة عن فل سايكل، عبارة عن دائرة مغلقة من الفساد. لازم نكسر هذه الدائرة. بداية هذه الدائرة أن ينتخب الناس من يمثلهم حقيقة، يتميز بالأمانة وبالقدرة بالقوة على أن يحكموا بدون ما تصيبهم لوثة الفساد مرة أخرى. أيضا لابد من بناء المؤسسات الحقيقية المتوازنة. تستريق الحديث وتتحدث عن الحلول قبل أوانها. قبل أوانها. لكن هذا سبب الحكومات حفر. تتغذى على الفساد وتنشر الفساد، بل تحارب المصلحين وتمنع الإصلاح، وبعد ذلك يأتوا لينظروا علينا بأننا، وهم ركبوا الموجات في عالمنا العربي عندما جاءت موجات الديمقراطية والحوكمة الرشيدة. تجد كل الدول العربية تصدر تقارير وتعمل وزارات للسعادة وللتخطيط وللإدارة، ولكن بعد 15 و20 سنة نجد أن الفساد قد زاد. إذن هم ليسوا صادقين بمحاربة الفساد، وإنما يبنوا المجتمع وكافة الهياكل ليزيدوا من هذا الفساد، لأن هنالك مجموعة متنفذة منتفعة، قلة قليلة تنتفع منه ولا تريد أن تغادر. وأنا أسميها مثل مصاصين الدماء، مثل الأخطبوطات السرطانية، ولا يهمهم البلاد ولا العباد. في اللحظة المناسبة بيحملوا جوازات سفرهم وشنتيهم وبيسافروا على سويسرا وغيره، حيث ملأوا البنوك بملياراتهم المسروقة من تلك الأوطان، أوطاننا جميعا. نعم. طيب دكتور أسامة، يعني هناك من يتبنى مقاربة أن الفساد صار له دور ووظيفة يؤديها في الدولة المجتمع، إلى أي مدى تتفق مع هذا الكلام؟ وإذا اتفقت فكيف يمكن تفسير ذلك؟ ما هذه الوظيفة التي يؤديها؟ فيها الفساد فهو يقدم وظائف كبيرة جدا. يعني الوظيفة الأولى أنا بنظري هي تدعيم الحكومات أو تدعيم السلطة الموجودة في أي مجتمع، لأنه أساساً الحكومات تعتمد على ما يسمى السلطة والمال، وهذه معادلة معروفة من زمان دينستي. إذن المال يجب أن يفترض وجود السلطة، والسلطة تفترض وجود المال. طبعاً الوظائف اللي بتأديها بتأدي أشياء كثيرة، يعني مثلاً من ينغمس بالفساد يكون تكون المناصب مفتوحة أمامه، مستوى المعيشة تكون مرتفعة وهو دائما يطلب المزيد، تزداد عنده المداخيل، يدخل في مشاريع مشبوهة ليحقق ربحا سريعا، يدعم القوى الفساد وخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية وغير ذلك. أنت تعلم أن العملية الانتخابية تقوم على التمويل، ومن يملك التمويل الأقوى هو الذي يفوز، وبالتالي من أين يأتي هذا المال؟ يأتي من خلال أو من طرق الفساد الموجودة. نفس الشيء المحافظة على الوضع الراهن، لأن الفساد يدعم الوضع الراهن، لأن الوضع الراهن هو الذي يحمي منظومة الفساد. من هنا نجد دائما الفاسدين يخافون التغيير. وأنا باعتقادي من أسباب فشل الربيع العربي أن القوى المالية والقوى الفاسدة في مجتمعاتنا العربية استطاعت بمالها أن تجهد الثورات العربية. هذا هو الجواب الحقيقي. أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية دكتور أسامة، وسبقتني في الحديث عن هذا الموضوع الذي كنت أدخره للسؤال لو أذنت لي الدكتور صبري. أشار إلى نقطة مهمة وكنت أدخرها لك. نعم. الآن فيني الانتفاضة فيني كمل بس نقطتين لسه، فيني كمل نقطتين إذا طيب تريد. طيب تفضل، يعني تفضل، وإن كنت سأعود إليك بعد ذلك. طبعا، وفي كذلك من الوظائف يعني التي يعني تفترض حماية الفساد قضية قمع الحريات وإسكات الأصوات، إسكات الأصوات الرافضة أو المعترضة أو التي تحاول أن تبرز الحقائق، توسيع السجون وبناء مزيد من السجون لاستيعاب المعارضين وأصحاب الكلمة المختلفة، اللعب على وتر الطائفية والتعصب الديني وغير الديني وإسكاء الطبقية الموجودة في المجتمع. يعني كل هذه من الوظائف التي يقوم طيب. فيها الفساد. وهل يمكن للفساد أن يولد إلا الفساد؟ طيب الآن لم يعني الانتفاضة العربية التي يعني هزت أكثر من دولة عربية لم تحقق أي انتفاضة حتى الآن أغراضها، وبعيدا عن سردية التآمر الدولي والخارجي ينبغي الالتفات إلى الداخل. ثمة من يقول أن مؤسسات الانتفاضة العربية في كل الدول التي شهدت انتفاضة وضربت مثلا تونس وهناك سوريا أيضا لم تنجح ولم تؤدي أغراضها، وذلك بسبب تأصل الفساد وقوته وتأثيره على هذه الهياكل والبنى المتعلقة بالانتفاضة. إلى أي مدى توافق على هذا الكلام؟ وهما ذهب إليه ضيفنا. نعم، في طرابلس. أتفق تماما. ومن مظاهر ما يسمى الفساد الانتخابي والفساد السياسي وقصص كثيرة،
وايضا فساد الاجهزه العسكريه والامنيه والبنى البيروقراطيه كلها. لا دكتور صبري، معذره، داخل حتى مؤسسات الانتفاضه والثورات العربيه، ما انا اربطها، ما هو نعم. انا كنت اضرب مثلا عن مصر. مصر جاء المصلحون وفازوا ب 70% والرئاسه ب 52% المرحوم محمد مرسي والى اخره، وظنوا لانهم اصبحوا في مواقع ما يسمى اخذ القرار وليس صنع القرار، وقصه كبيره التفريق بين صنع القرار واخذ القرار. ظنوا لأنهم في مواقع يكتبوا قرار أو يصوتوا بأيديهم على القرار يأخذوا القرار، أنهم أصبحوا هم متحكمين بالقرار. حقيقة ليس كذلك، المتحكم بالقرار من يصنع القرار هو من يملك أدوات القوة والتأثير، الاقتصاد، الأجهزة، الحكومة، البيروقراطية، المثقفين، الإعلام إلى آخره إلى آخره. لذلك عندما جاء الربيع العربي، ما يسمى الربيع العربي، كان هنالك محاولة كبرى لتغيير هذا الواقع، لكن ما يسمى بالإصلاحيين أو الحركات الإصلاحية ومنها الإخوان المسلمين وغيره الذين حملوا هذه الراية لم يكونوا على بوزن متقدم وعميق ودقيق من فهم الطرف الآخر الذي يتحكم بالأمور الذي نسميهم المفسدون. أنا شخصيا أقول هذه حكومات مستبدة وحكومات فاسدة. كنت أقول هؤلاء اللاعبون الجدد الإصلاحيون هم كمان لعيبة الحارات بلغة كرة القدم، هو مقابل محترفون أو محترفين في الحكم وفي النفوذ وفي الإفساد وفي السيطرة. هؤلاء يمسكوا بمفاصل الدولة وأجهزتها وثرواتها وعلاقاتها الداخلية والإقليمية والدولية إلى آخره، وبالتالي عندما تغير منظومة الفساد كاملة هذه التي أذكرها لا يمكنك أن تغيرها بالطريقة العاطفية أو الانفعالية أو الارتجالية أو عشوائية وإلى آخره. إما أن تكون قوة حقيقية على الأرض غير القوة الشعبية والتصويتية، قوة اقتصادية، قوة قادرة على الوقوف أمام كل تلك الجهات. لذلك باختصار شديد الربيع العربي نعم من أفشله بصورة رئيسية هي منظومة الفساد التي تتسمى بأي من التي تسربت إلى المنتفضين ربما أنفسهم، تسربت إلى المنتفضين وبعض الناس تم شراؤه بين قوسين ليغير مواقفه، وهذا ما وجدناه عندما انقلبوا مثلا على الحركة في مصر مثلا وأصبحنا نجد تيارات حزبية أو تيارات دينية أو غيره تم شراؤها أو تم إرضائها بأنه نعطيكم مكانا أفضل لتمثلوا الإسلام، وهذا يردنا أقرب إلى الدولة، وهذا يردنا إلى الحديث عن بنيوية الفساد. ونعم وفتن الناس وانقلبوا على بعضهم بعضا، فإذا المصيبة تنتشر هنا لدى أيضا طبقة مهمة وأختم بها، المثقفون والنخب التغييرية لا يستطيعوا أن يتكلموا انفعالات وعواطف، يجب أن يكون هناك رؤى، مشاريع، استراتيجيات، فهم دقيق لكل جوانب هذه العملية لكي يردوا عليها ويقدموا البديل عنها. نعم. بدلا من السقوط فيها. طيب دكتور أسامة، يعني أنت وضيفة في الاستوديو متفقان على أن القضية مرتبطة بالفساد، عد إخفاق الانتفاضة العربية في تحقيق أي من أهدافها حتى الآن مرتبط بالفساد، لكن ثم رأي آخر يقول بأن الأمر مرده إلى نقص الوعي، ليس هناك وعي سياسي ولا مهارة إدارية هي التي أفسدت أو أخفقت بسببها الانتفاضة حتى الآن. طيب استاذي الكريم، انا سانطلق من كلمه قلتها بالاخر، الوعي. يعني كيف يمكن ان يتشكل الوعي اذا لم يكن هناك دراسات وكتابات وابحاث؟ هل وجدت كتاب في عالمنا العربي يتحدث عن الفساد في دوله من الدول العربيه؟ لا يوجد. يعني انا اضرب لك مثل، في احد الصحفيين العرب كان يجلس في احد المقاهي الفارسيه، فكان عم يحدثه صديقه في مقال كتبه في صحيفة عربية، ونفس المقال كتبه بصحيفة فرنسية ولكن بتحليل مختلف وبرأي مختلف. قال له قرأتك بالعربية بشيء وقرأت بالفرنسية بشيء. قال له إذا أردت أن تقرأني بصدق فقرأني بالفرنسية وليس بالعربية. يعني هيدي مشكلة كبيرة جدا، أنه نحن للأسف الشديد نتيجة قمع الحريات وعدم وجود كتابات حرة وآراء حرة لا يمكن أن يتكون هذا الوعي. وما تنسى أن نسبة الأمية في العالم العربي مرتفعة جدا، يعني نحن 300 مليون ولكن قديش نسبة الجهل أو نسبة الأمية فيه؟ نسبة عالية كتير. فإذا هاني لما بدنا نبحث عن الوعي غير متوفر بالشكل الكامل، لأنه لا توجد معلومات، لا توجد قيادات، لا يوجد قادة رأي، لا توجد يمكن جرأة في من يطرح هذه الأفكار، والإنسان الجريء عادة بيسافر لبرا لا يبقى في بلده. فإذا هون غياب الوعي مش موجود. وإذا رجعنا للربيع العربي، في كان نقطة ضعف وحيدة، وهيدي أنا بنظري هي اللي جعلت من الربيع العربي أشبه برحلة بلا معالم، وهو عدم وجود برنامج إصلاحي
الربيع العربي بكل الدول العربية لا يملكون برامج إصلاحية ولا يملكون لغة الأرقام، وبالتالي نزلوا إلى الشارع ولا يدرون إلى أين يذهبون. من هون هي عمليا فشلت، لأنه لا يوجد إنسان أو لا يوجد طرف أو لا يوجد جهة معينة تملك المقدرات المعرفية والمقدرات المالية والمقدرات الاقتصادية يلي تستطيع أن تقود نعم البلد. وأنا الحقيقة يعني بتشكر ضيفك الكريم لما ذكر تجربة مصر. تجربة مصر رغم أنه مثلا الرئيس محمد مرسي ربح ب 52%، ولكن من فم نفس المجموعة، مجموعة الإخوان المسلمين، اعترفوا وقالوا أنه العدد كان عددا كميا ولم يكن عددا نوعيا. يعني من يملك المفاصل في مصر لم يكونوا هؤلاء الذين أوصلوا محمد مرسي إلى الحكم، يعني كانوا عبارة عن أصوات اقتراع فقط. أما الذي يملك المال والسلطة هي الدولة العميقة، هي التي تسيطر حقيقة واللي تدعم منظومة الفساد بكل أسف شديد من أولى. طيب هيدي هيدي طيب ناحية. ناحية تانية قضية الطبقة المثقفة كمان اللي عم نعول عليها كثيرا، وهي فعلا تمثل قيادة رأي في مجتمعنا، ولكن من يشاهد وسائل الإعلام العربية يأسف ويحزن بحزن شديد جدا أن نوعية من هذه الطبقة المثقفة تم استيعابها من قبل السلطات. يعني يتحدثون بما لا يقتنعون، يتحدثون بلغة وبخطاب ثقافي ومعرفي وسياسي مخالف حتى لأبسط درجات القناعة أو المنطق أو العقل. طيب دكتور فكيف أسامة، بدنا نعول على هؤلاء ببث الوعي عند المواطن؟ هنا مشان هيك أنا بعتبر المواطن العربي، بس دقيقة إذا تريد، أنا بعتبر المواطن العربي هو في حالة اغتراب إعلامي واغتراب ثقافي واغتراب معرفي حتى اغتراب ديني. للأسف الشديد حتى الدعاة يلي هن دعاة إلى الله دخلوا في منظومة الفساد، وهلأ مش وقتها إنه نحكي بهذا الأمر. طيب في سياق الانتفاضة العربية، هل الفساد المستشري هذا ممكن أن يكون عاملا محركا على لتحريك الوجدان العربي، روح الانتفاضة والتمرد من جديد ودفع نحو موجة ثانية، أم أن هذا الفساد بعد أن صار بنيويا وأن الشعب لم يعد يرى في الفساد فسادا يمكن أن يحدث نوعا من التآكل السرطاني الداخلي للأمة العربية والدخول في مرحلة التيه، استنادا إلى ما قاله الشاعر الكبير أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، بمعنى أنه يربط بقاء الأمم ببقاء الأخلاق وزوالها بزوالها. تمام، أنا أثني برضو على ضيفنا في طرابلس، كلامه في نفس السياق، وأنا مسرور من جدا، وأنا مسرور من تثنيتكم على ضيفنا. لا نكرر بعضنا وإنما نزيد من النقاط حتى تتضح الصورة كاملة. طيب. رب العالمين يقول: إن إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم. نأخذها بالصورة التطبيقية، إذا أردنا أن نهلك أي دولة أي أمة ينتشر فيها الفساد فتدمر ويعفو عنها الزمان، وأن تتولى يستبدل قوما غيركم. إذا لم ننتهج النهج الصحيح في العدالة والكرامة والتغيير والإصلاح وغيره، هذا الإسلام وهذا الفهم وهذه الفطرة البشرية هي المطلوبة، والأصل خلقنا بالعلم وبالوعي. وأنا مع الدكتورنا، نحن في معركة وعي، معركة فهم، وهذا في لغة اليوم معركة تخصص، معركة استشراف مستقبل، معركة عالم رقمي قادم، معركة إعداد جيل مستقبلي قادر متخصص. أنا دائما أقول انظر إلى الأمة العربية 400 مليون، عد لي 400 قائد عربي يعني بيعبي العين. خلينا نقول التجربة المصرية كلها 90 مليون، كم واحد ثمة من يتحدث عن 4 ليس 4 يا سيدي؟ إذا نحن في حالة من فشل. 400 مليون لازم يكون عندنا 4 مليون قيادي حقيقي، من مستوى زعيم أمة ورئيس دولة إلى مستوى رئيس بلدية، كلهم متخصصون أذكياء ديناميكيون حركيون استطلاعيون. بالطبع أؤكد ما قاله الدكتور، لدينا مشروع يجب أن يكون، لدينا رؤية إلى آخر. لذلك أنا أختم في هذه النقطة قصة الفساد: مجموعة متنفذة هي النخبة الحاكمة تحتاج للتغيير أمامها مجموعة نخبة مصلحة، نخبة تغييرية، ليس بحاجة إحنا لكل الأمة، الأمة بحاجة إلى توعيتها وتحريكها وإلى آخره. هذه النخبة المصلحة يجب أن تكون فاهمة مقتدرة برؤية وبمشروع وببرامج وبغيره وبغيره. طيب. وبالتالي أنا مع مراكز تفكير، يجب أن نؤسس الكثير من مراكز التفكير. إذا في مجال للحديث عن الحلول في مجال سأطرح طبعا. أنا سأعود إليك. الوقت فاتنا فعمالي بستدر. سأعود إليك، أذهب إلى الدكتور أسامة. يعني أنت تحدثت عن قضية أن صار مقبولا اجتماعيا الفساد، صار بنيويا يدخل في تركيبة الناس. هذا يقودني إلى سؤالك دكتور أسامة عن
المخاطر التي أو الأخطار التي تتهدد القيم المجتمعية في المنطقة العربية، في الأمة العربية؟ يعني أنا بالحقيقة لما بنقول مخاطر، أنا باعتقادي ما لسنا الآن في مرحلة المخاطر، وإنما في مرحلة السقوط الكامل. يعني نحن في مرحلة إعادة تشكيل العقل العربي، في إعادة تشكيل الذهنية العربية. يا أخي الكريم، صرنا نتحدث الآن عن زنا المحارم، صرنا نتحدث الآن عن الشذوذ الجنسي، صرنا نتحدث الآن عن يعني أمور وأخلاقيات ما كانت لا تمت إلى واقعنا وإلى مجتمعاتنا وإلى تاريخنا بصلة. صار هذا على شاشات التلفزيون ويجري الحديث عنه والدفاع عنه. ففي اللي مش قضية محاذير، نحن دخلنا في مرحلة السقوط وإعادة التشكيل. يعني حتى أنا مثلا أتذكر مقولة من عدة أيام قرأتها لأحد المشرعين الجزائريين، يتحدث ويقول أنه انتظروا وقتا قريبا جدا لا يشار فيه إلى الشريعة الإسلامية في أي دستور من الدساتير العربية. يعني تصور أنه حتى ولو من الناحية الشكلية، حتى الناحية الشكلية سقطت عمليا، بشكل أنه لم يعد لمفهوم الشريعة أو للقيم الاجتماعية أي دور، وإنما يعني أنت لا تتحدث عن خطر منظومة القيم، وإنما عن خطر وجودي للأمة نفسها العربية. ما في شك خطر وجودي، وما بس هيك، أنا بنظري تدمير العالم العربي بشريا، وتدميره مثل ما بيقولوا من حيث الأبنية ومن حيث المشاريع ومن حيث المدن ومن حيث كذا، كل هذا المقصود في إعادة تشكيل الذهنية العربية. لأن المواطن العربي لا يرى أمامه سوى الدمار، وعندما لا يرى إلا الدمار والخسارة الكبرى يستطيع أن يكون قابلا لتلقي أي فكرة جديدة ومستعد أن يتبناها بغض النظر عن أي خلفية ثقافية، لأن الخلفية الثقافية انهارت تماما. دكتور أسامة، سأعود لأختم معك. هل الآن أنت وضيفي رسمتما صورة يعني حقيقة هي أقرب إلى متشائمة منها إلى المتفائلة؟ ما سبل مواجهة ظاهرة الفساد طبعاً في ضوء الصورة التي رسمتماها في ثنايا الحلقة؟ الصورة حقيقية، ويجب للتشخيص أن نشخصها كما هي. الوضع نعم وجودي كارثي إلى آخره، لكن في المقابل أنا أكمل أيضا بالحقائق، وليس هنالك مجال لذكرها. أننا أمة حية بأعداد كبيرة، بنوعيات ممتازة فردية منتشرة في العالم كله، رغم أن هجرة العقول وإعدام العقول التي تبقى في البلدان العربية ولا تستطيع أن تنتج، هذه عملية إعدام، وأمثال اللي بيهاجروا أصبحت هجرة عقول، إلا أن الأمة حية فتية، المقدرات لديها كبيرة جدا. ولو قارنا حالنا قبل 100 سنة منذ سايكس بيكو بكل المعايير الموضوعية، أحوالنا أفضل بكثير، إلا في معيار الحكم والقيادة وهو الأصل، وهي الأصل. لكن لو قارنا مستوى التعليم والأمية والاقتصاد والتكنولوجيا وغيره، حتى نكون موضوعيين. لذلك أنا من المتفائلين بمستقبل الأمة العربية، ما تحتاج إصلاح قيادة. أقول لك رأيا آخر، يعني عفوا دكتور، يعني بما أنك وضيفنا في طرابلس أقررتما بأن الفساد بنيويا، فالموضوع أسوأ مما كان عليه من قبل، لأنه لم يكن الفساد بنيويا. لا، بس احنا كنا في حالة من التراجع 200 سنة في أو 100 سنة في الخلافة أو السلطنة العثمانية، ثم جاء التفكك والحروب الأولى والتدمير وما وصلنا إليه بعد سايكس بيكو. لكن أنا أتكلم عن مستوى الفرد، الإنسان الفرد، لو أخذنا مقاييس دولية. طب سبل مواجهة الفساد الذي أقوله، سبل المواجهة في هذه النقطة، إذا أدركنا أن لدينا أعدادا ونوعيات وقدرات ومساحات الحركة، والعالم اليوم متجه باتجاه أنه أصبح قرية صغيرة يمكننا التأثير ببعضنا بعضا، من القاهرة إلى طرابلس إلى بيروت إلى عمان إلى طنجة. المقصود أن العالم العربي أمامه كثير من الأمور المتاحة في العالم التي يمكن أن توظفه للتخلص من هذا الفساد، لمواجهة الفساد. كما أن المفسدين يستخدموا كل أسباب القوة لنشر فسادهم بالطرق المختلفة، يمكننا أن نستخدمها، وهذا يتطلب مرة أخرى ما كنت بدأت به، النخبة التي تقود الإصلاح يجب أن تكون على مستوى عالي جدا من الإعداد لهذا الإصلاح ومكافحة ووقف هذا الفساد، أيضا بنيويا وهيكليا، بالتركيز على معركة الوعي،
ليس المعارك الدنكشوطية والشكليات والفرعيات والاستثنائيات التي تستهل الكثير من الطاقات والحركات الإصلاحية في مواضيع جانبية وتنشغل في برلماناتها أو حركاتها أو في الشارع أو في إعلاميها أو بين شباب جامعاتها في القضايا ليست الأساسية. عليها أن تركز الموضوع. نريد أن نحقق نهضة للأمة العربية. هذه النهضة تحتاج إلى العلم والمفكرين والطاقات، تحتاج إلى نشر روح جديدة. أنا مع قصة الأحزاب وغيرها، يبدو أنها استهلكت كثيرا. هذا يقودنا للتفكير خارج الصندوق بالمعنى الإيجابي. نحن بحاجة لمجموعات تفكير، بل مراكز تفكير، بحث، دراسات، يضع النخبة المستنيرة أمثال الدكتور والآخرين، نطرح رؤية كيف نحقق هذا المشروع، كيف نواجه الفساد بأدوات عملية حقيقية تستنهض الشباب. الشباب أنهي فيها الذي نتكلم عنه اللي مسحل بنطلونه، ما يسمى بالبنطلون الساحل، أنا أرى فيه خيرا كثيرا لو وجد المشروع والرؤية والقيادة الواعية الديناميكية الحركية القادرة. لو أخذنا نموذج تركيا كمثال بسيط، ماذا لو كان عندنا في الإصلاحيين نماذج من هذا النوع؟ نعم. ليست متجمدة، ليست متحجرة، ليست متشددة. وهؤلاء الشباب ربما لم يسحل بنطاله إلا بسبب إحباطه، لأنه لم يجد البديل. إحباطه. نريد البديل. دكتور أسامة، يعني تحدث، حاول أن يقدم بعض الفقرات أو بعض الإجراءات المطلوبة لمحاربة الفساد في المنطقة العربية، وأرجو أن نختصر. من المؤهل للقيام بهذه المهمة في ظل غياب النظام السياسي الذي هو رأس الأمر في هذه المواجهة؟ يعني ببساطة فيني أقول أولاً أنه إذا أخذنا المنهج ابن خلدون نفسه، فنحن نعتبر أن المجتمع العربي وصل إلى المرحلة الأخيرة ومرحلة السقوط، وبالتالي لابد من أن تقوم منظومة سياسية جديدة وأنظمة جديدة بمفهوم جديد. يعني هذا مش قضية أنه الجمهور بده يغير، ولكن هي سنة الحياة نفسها تفترض عملية التغيير، والتغيير قادم بلا شك، ولكن للأسف السؤال أنه التغيير سيكون على أساس قيمنا أو على قيم الآخرين؟ هل قيم مستوردة أم قيم أصيلة؟ هذا علامة استفهام كبيرة. أما بالنسبة للأمور التي نستطيع أن نقوم بها وأن نطالب بها وأن نعمل على تحقيقها، أنا في عندي عدة نقاط. يعني أنا باعتقادي قبل كل شيء علينا أن نركز على كرامة الإنسان العربي. أنا لا أؤمن بفكرة المشاريع والسدود والأبنية والمجمعات السكنية، مش هذه قضية البناء الحقيقي. البناء الحقيقي يبدأ بتدعيم كرامة الإنسان العربي، والإنسان العربي مهدور الكرامة، ولا يمكن للإنسان العربي إذا كان مهدور الكرامة أن يحدث تغييرا إطلاقا، لأنه هو في مرحلة عبودية. ونأمل إن شاء الله أن نخرج من هذا المستوى أو من هذا الانحطاط في مفهوم الإنسان وقيمة الإنسان. نعم. العربي، هذا يتطلب أن نطلق الحريات. يعني علينا أن نشدد على قضية حرية التعبير وأطلاق الحريات على اختلافه، وأن تفتح المجال وسائل الإعلام لكل الأصوات. نعم. مش تكون في أجندة سياسية أو أجندة خلينا نقول دعائية، نستقبل مجموعة من المثقفين أصحاب التوجه الخاص أو التوجه بمنحة معين، ونترك بقية أصحاب الآراء المختلفة. نعم. ونضع إلى جانب ولا نكترث بهم. طيب. يعني هذه قضية كتير كتير مهمة. في عندنا قيادة الرأي، علينا أن نصنع قادة رأي، لأنه للأسف الشديد كما قلت الطبقة المثقفة في أغلبها تم استيعابة للأسف الشديد. علينا أن نقوم بالأبحاث والدراسات الجادة. علينا. نعم. أن ندعم فكرة الانتخابات النزيهة. الانتخابات النزيهة مش الانتخابات الصورية. طيب. أو المسرحية. علينا أن نوجد ما يسمى بموالاة ومعارضة حقيقية. وبالنهاية. طيب. وهيدي أنا بعتبرها نقطة تحدي كبيرة، من يعرف إذا قادرين علي ولا لا، إسقاط منطق القوة في حكم الجماهير. إسقاط منطق القوة، يعني إذا كانت هناك سلطة غاشمة. نعم. وقوة تبطش، أنا أشكرك. باعتقاد الجمهور لا يستطيع أن يفعل شيئا. ونحن بدورنا علينا أن نتوقف عند هذه النقطة مشاهدين الكرام. ختاما لهذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين في الاستوديو، الدكتور صبري سميرة رئيس مؤسسة مينا لتنمية المجتمعات الجديدة، وعبر سكايب من طرابلس اللبنانية الدكتور أسامة كبارة عميد سابق لكلية الإعلام بجامعة الجنان بطرابلس. كل الشكر لكم، دمتم في حراسة الله.